تقع كالينينغراد على ضفاف بحر البلطيق، وهي جيب روسي داخل الاتحاد الأوروبي، وتحدها ليتوانيا من الشمال وبولندا من الجنوب. مساحتها صغيرة وتبلغ 151,100 كيلومتر مربع، وعدد سكانها 1,000,000 نسمة، نحو 80% منهم من أصول روسية. تسمى عاصمتها أيضاً كالينينغراد. على مستوى روسيا تعتبر كالينينغراد المنطقة الغربية من البلاد التي تشكل واحداً من 46 إقليماً في الاتحاد الروسي، ومن هنا تسميتها بروسيا الصغرى في مقابل روسيا العظمى. لنرى أولاً كيف انفصلت هذه المساحة الصغيرة عن بقية روسيا. لنعد قليلاً إلى الوراء. قبل العام 1945 كانت كالينينغراد تسمى كونيغسبرغ، وكانت مهدب روسيا التي أسسها فرسان تيوتون في العام 1255. في العام 1945 في خلال اتفاقية يالطا طالب ستالين بالجزء الشمالي من بروسيا الغربية التابع لألمانيا، وهكذا أصبح بإمكان الاتحاد السوفيتي الدخول إلى مرفأي بيلاو وكونيغسبرغ اللذين لا يواجهان مشكلة تكدس الجليد طيلة العام، والذي يعيق حركة الملاحة على عكس مرفأي لينينغراد. وفي العام 1946 أعيد ربط هذه المنطقة بالجمهورية الاشتراكية السوفيتية التابعة لروسيا. أطلق على المدينة والمنطقة اسم جديد هو كالينينغراد، تكريماً لذكرى ميخائيل كالينين رئيس مجلس السوفيت الأعلى. صدرت الأوامر بتحويل كالينينغراد إلى مدينة سوفيتية نموذجية في هذا الجزء الأكثر ميلاً للغرب في الاتحاد السوفيتي. تم طرد كل المواطنين الألمان إلى ألمانيا وحل محلهم السوفيت. وطوال تلك السنوات بقيت كالينينغراد إقليماً مغلقاً بوجه الأجانب والسوفيت باعتبارها المقر الاستراتيجي للأسطول السوفيتي في البلطيق. أما في العام 1991 وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي أعيد النظر في وضع كالينينغراد، وفي العام نفسه قامت دول البلقان باقتطاع إقليم كالينينغراد عن بقية الاتحاد الروسي وجعلت منه جيباً أو بالأحرى منطقة محصورة داخل حدودها. راهنت السلطات المحلية على الانفتاح، وراح بعضهم يحلم بهونغ كونغ جديدة على بحر البلطيق، ولكن موسكو لم تسمح بذلك. في العام 2004 وبعد اتساع رقعة نفوذ الاتحاد الأوروبي أدت قضية كالينينغراد إلى بعض التوتر. لم تحبذ موسكو قط المبدأ الأوروبي المتمثل في حرية التنقل، ونظرت بروكسل إلى كالينينغراد على أنها منطقة مدججة بالسلاح أو منطقة رمادية هي في صميم شتى أنواع الإتجار غير المشروع والفساد. تخشى موسكو أيضاً من التعبيرات الانفصالية في كالينينغراد، وتعتبر الأخيرة نقطة استراتيجية لن تتخلى عنها مهما كانت الظروف، خصوصاً أنها غنية بموارد مختلفة. هذا ما سنتطرق إليه الآن. يحتوي إقليم كالينينغراد على 90% من احتياطات العنبر في العالم، فضلاً عن النفط. وبسبب موقعها على امتداد بحر البلطيق، لديها موانئ مهمة في مدينة كالينينغراد وفي زفتلي وبلتيسك، وهي مقر الأسطول الروسي في البلطيق. يبقى قطاع صيد الأسماك قطاعاً اقتصادياً رئيسياً فيها بسبب احتوائها على ثاني أكبر أسطول لصيد الأسماك في روسيا. طورت كالينينغراد قطاعات مربحة كثيرة، منها قطاع الصناعة الزراعية مثل تجهيز الأسماك والكحول وتعبئتها، وصناعة الخشب والورق، والصناعة الميكانيكية والإلكترونية. وأدى إنشاء منطقة اقتصادية خصوصاً في العام 1996 إلى تطوير صناعة التجميع، لاسيما في قطاع صناعة المركبات. تشكل السياحة أيضاً إحدى الميزات الاقتصادية في الإقليم في السنوات الأخيرة. في الواقع لدى كالينينغراد إمكانات سياحية هائلة بسبب امتداد سواحلها على طول 157 كيلومتراً، كالبحيرة الشاطئية في برزخ كورلاند، وهو موقع طبيعي فريد من نوعه في العالم ومدرج في التراث العالمي لليونسكو. وهناك أيضاً كثير من المنتجعات السياحية مع كازينوهات، وبعضها يعود إلى الحقبة البروسية. ساهمت الاحتفالات بالذكرى السنوية 750 لكالينينغراد أو بالأحرى كونيغسبرغ في العام 2005 وتنظيم كأس العالم لكرة القدم في العام 2018 في زيادة جاذبية المنطقة بعد تشييد أو ترميم البنية التحتية للفنادق وللمعالم التاريخية.
إن ثلاثة أرباع السياح الذين يزورون كالينينغراد من جذور روسية، ويأتي البقية من بلدان رابطة الدول المستقلة في الاتحاد السوفيتي السابق وبلدان مجاورة لبولندا وليتوانيا وألمانيا. بالرغم من إمكانات كالينينغراد الاقتصادية، بقيت الاستثمارات الأجنبية متواضعة بسبب صعوبة الحصول على التصاريح والتأشيرات وضعف ارتباطها بباقي البلدان الأوروبية. وبعدما قامت موسكو بضم شبه جزيرة القرم، خشيت بولندا ودول البلطيق الثلاث أن تصبح الضحية التالية للتوسع الروسي. هذه الأزمة دفعت حلف شمال الأطلسي إلى نشر قواته في دول البلطيق وإلى حضور متزايد للقوات الروسية في المنطقة نفسها، وكذلك إلى نشر قذائف إسكندر البالستية الروسية في كالينينغراد أواخر العام 2016. وجدت روسيا نفسها محاصرة. دعونا نعود قليلاً إلى هذه النقطة. منذ العام 2004 توسع نفوذ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في الوقت نفسه تقريباً، وبالتالي كانت موسكو تعتبر بشكل متزايد أن الاتحاد الأوروبي هو بمثابة الذراع المدنية لحلف شمال الأطلسي. وما عزز هذا الأمر هو مشروع درع أمريكية مضادة للقذائف من المزمع نشرها في أوروبا مطلع القرن الحادي والعشرين. وكانت لهذا الوضع عواقب في كالينينغراد التي أدت مرة أخرى دور الجيب الروسي والمعقل العسكري والموقع الاستراتيجي المتقدم لروسيا في منطقة البلطيق، كما كانت الحال في حقبة الحرب الباردة. لذلك وفي هذا السياق من التوتر المتصاعد أصبح التعاون مع أوروبا بخصوص وضع كالينينغراد في غير وقته، لا بل تحول إلى مواجهة معها. لننظر الآن إلى مدى القذائف الروسية اسكندر من كالينينغراد، والتي استكملت بنشر بطارية قذائف S-400، وهو نظام دفاع مضاد للطائرات والقذائف يغطي ليتوانيا وقسماً كبيراً من بولندا ولاتفيا، بالإضافة إلى إستونيا التي يحتمل أن يغطيها مدى الصواريخ عينها المثبتة في مدينتي بيسكوف ونوفغورود. ويمتد مدى قذائف S-400 ليغطي البلطيق حتى جزيرة جوتلاند السويدية. وعززت موسكو نظامها بقذائف SSC-5 باستيون التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، وقذائف SSC-1 سيبال والتي يبلغ مداها 450 كيلومتراً، ويقدر مجموع القوة المنتشرة في الجيب ب 30,000 جندي. بحسب بعض الخبراء العسكريين، فقد أتاح هذا الانتشار العسكري بأن تصبح كالينينغراد ملاذاً آمناً بهدف أن تبقى منطقة البلطيق خارج قبضة حلف شمال الأطلسي. يرى كل من البولنديين وسكان البلطيق أن روسيا تشكل تهديداً رئيسياً للأمن الإقليمي، لذلك قامت ليتوانيا بتعزيز حدودها، كما أصبحت كالينينغراد بيدقاً استراتيجياً فيما تسمى بالحرب الهجينة، والتي تشمل التضليل والهجمات السيبرانية والاستخدام السري للقوات الخاصة أو المدنيين المسلحين أو حتى المرتزقة. وعلى وجه الخصوص، تخشى دول البلطيق من أن تطلق موسكو استراتيجية لزعزعة الاستقرار تقوم على التلاعب بأقلياتها الناطقة باللغة الروسية، والتي تمثل من 30 إلى 40% من السكان الإستونيين واللاتفيين، وأن تبادر بغزوها انطلاقاً من كالينينغراد. ويشكك السويديون والفنلنديون أيضاً في سياسة الحياد التي يعتمدونها، ففي العام 2015 وبعد بضعة أشهر على ضم شبه جزيرة القرم، أعلنت ستوكهولم إعادة تسليح جزيرة جوتلاند، في حين التزمت هلسنكي بمشاريع السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي وشاركت في مهمات حلف شمال الأطلسي. وازداد هذا التهديد حدة مع استعراض القوة في خلال مناورات زاباد 2017 في كالينينغراد وفي كل أنحاء المنطقة العسكرية الغربية وبيلاروسيا، حيث وفقاً للرواية الرسمية تم حشد 12,700 جندي. وكرد فعلاً على ذلك، نشر حلف الأطلسي في العام 2017 قوات بلغ عددها 4,500 جندي في بولندا ودول البلطيق الثلاث. لكن بحسب بعض المحللين، فإن ميزان القوى بقي لصالح موسكو، وتجاوز عدد الدبابات الروسية في منطقة البلطيق عدد دبابات حلف الناتو بنسبة 5-1 وفقاً للخبير الأوكراني سيرغي سوخانكين، بينما تتفوق القدرات العسكرية لحلف شمال الأطلسي على مستوى العالم على تلك الروسية.
نملأ الأرض عطفاً في شهر العطاء، نتقاسم ما يترك في قلوبهم حلاوة وفي أنفسنا الرضا. نعزز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومبادرة تطبيق شير ذا ميل لتبني واحدة من أسمى قضايا العالم، وهي القضاء على الجوع. في بضع خطوات فقط بإمكاننا توفير الطعام للأسر المحرومة من خلال شير ذا ميل. في شهر الجود والكرم نرسم البسامات على الشفاه ونتقاسم الفرح. إيثاركم لوجبة الإفطار يترك أثراً طيباً. الشرق معاً نضع النقاط.